سلام خياتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نوجدوا مع بعضنا هاد الديكور تاع البجعه بعجين السكر. انا عجبني هاد الكاطو اللي رفقت لكم الصوره، راح نشوفوا مع بعضنا كيفاش نخدموها. هاد البجعه اللي بزاف بزاف ما تصلح لهمش وجيهم يعني تكسر لهم هذيك الرقبه، راح نوري لكم الطريقه ان شاء الله الناجحه باش تنجح معكم. اذا واش نحتاجو؟ نحتاجو لاباطا سيوكر ويكون الذوق فانيليا. انا هنايا استعملت الابيض وتكون الموديل تاعها بنعروس. نحتاجو كذلك عندنا هنايا ماجيك كرافت، هذا تايلوز البنات، هذا هو اللي حيلبس يبسلنا العجينه تاعنا تاع السكر وما تسودش يعني هذيك الرقبه تتكسر. وعندي هذا المول اللي راهو شريتو ب 45 جاب لي ربي ولا 50 ألف. ليسونسيال كاينه نوعيه مليحه وكاينه نوعيه مش مليحه. اذا هنايا خذيت شويه من العجينه تاع السكر، هنا نحيو غير شويه برك البنات قسم راكم ما تخدموا، لانه التايلوس من بعد راح يبسها ما تقدروش تخدموا بها، يعني تخدموا بشويه تهزوا شويه تخدموها بين يديكم، ضيفوا لها شويه تاع تايلوس ومن بعد تزيدوا تعجنوها مليح وتبداو تخدموا بها. كي نخدمها مليح راح نحطها في ساشي باه ما يضربهاش الهواء، هي اصلا راح تيبس لكم شويه. وهنا عندي هذاك المول راح نستعين بنشا، راح المره الاولى يعني راح يجي شويه يلصق لكم، بعد هذيك العجينه راح تجمد قصدي تيبس شويه، تقدروا تخدموا بها بلا نشا. كما راكم تشوفوا راح هنايا برك حلوا المول تاعكم على قد ما تقدروا، دخلوا العجينه. من الاحسن انكم ما تخليوش زوائد منه ومنا، بيسك راح اذا خليتوا زوائد راح تفسد لكم الفورما تاع البجاعه ولا تاع اي يعني موديل حبيتوا تخدموه في عجين السكر. انا هزيت مورسو صغير تاع العجينه وبديت بالراس تاع البجاعه وهذاك التاج اللي جاي من فوق، من بعد هزيت غير شويه واستعنت بالمنشا وخدمت هذيك الرقبه، ومن بعد هزيت مورسو لبس بيه نتاع من تحت باش نرسم لها. هنا البنات تشوفوا كيفاش راني نحل في المول تاعي باش من بعد راح يطراس لنا يعني يخرج لنا هذاك المول يجي سوا سوا. هنايا خلصت البجعه الاولى وراح نزيد الدوزيام. هنا البنات هذه تصلح حتى مشاريع، يعني اذا ما بغيتيش تخدمي روحك تقدري تخدمي لنفسك ولا تخدمي كمشاريع وتبيعوهم عبر الانترنت ولا تتفاهموا مع المحلات اللي يبيعوا الحلويات، حوايج تاع الحلويات يبيعوا لكم ولا يشريو من عندكم. بعد ما نكمل راح نخليهم يقعدوا 5 دقائق ومن بعد ديمولوهم. هنا كما راكم تشوفوا راح نديمولي فاسيلمون، راح نعوج لها شويه الرقبه تاعها. هنا عندي حبيبه تاع السينوج راح نخدم هذيك العين، راح نحطها قبل ما تجمد لنا هذيك لاباطا سوكر. هنا ضغطوا عليها شويه لانه من بعد ان شاء الله كي تجمد لنا ولا تيبس هذيك لاباطا سوكر راح تطير لنا. شوفوا هنا خليت لكم هذا المقطع بالعنب اللي راهي طاحت لي وما صرا لها والو. كيما راكم تشوفوا راح يعني درت لها هذيك الرقبه تاعها ودرت لها الحبه اولا العين هذيك بالحبه تاع سينوش. وهنا راح نخدم شفارتين تاع البجعه تاعنا، من الاحسن انه تكون لافاتاسيوك مازالت ما جمدتش باهي تطراس لنا بيان. هذا مكان البنات، دركا راح نجيو عندي كوريو. عندي هنايا ملمع ولا ملمع غذائي ذهبي ماجيك لا مارك، راح نضيف له قطرات نتاع الماء. هنا احسن ما تشريو هذاك الميتاليك واجد. من بعد راح نصبغ الجناح تاع البجعة وتاني تاج من الفوق كوم ديكوراسيون.
وهنا البنات كملت الديكور تاع البجاعة كما راكم تشوفوا. شوفوا المولمع الغذائي كيف جاي بري ما شاء الله. ان شاء الله يكون عجبتكم الطريقة، وان شاء الله عجبكم الفيديو. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.